والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن حول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، امرأة استمع الله إلى شكواها من فوق سبع سماوات. لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هذه المرأة قالت، شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها، فبكى النبي. قالت: يا رسول الله، إن زوجي تزوجني وأنا شابة ذات أهل ومال وجمال، فلما كبرت سني ونثر بطني وتفرق أهلي وذهب مالي، قال: أنت علي كظهر أمي، ولي منه أولاد، شاهد هنا، إن تركتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا. يعني هو ينفق عليهم وأنا أربيهم. فكأن هذه المرأة الجليلة التي استمع الله إلى شكواها من فوق سبع سماوات بيّنت المهمة الأولى للمرأة وهي التربية، وبيّنت المهمة الأولى للزوج وهي كسب الرزق. هذا اسمه تكامل. هناك تكامل بين الوظيفتين، ليس هناك تطابق، لقوله تعالى: وليس الذكر كالأنثى. ولأن خصائص الرجل الفكرية والجسمية والنفسية والاجتماعية كمال مطلق للمهمة التي أنيطت بها، وخصائص المرأة الفكرية والجسمية والنفسية والاجتماعية كمال مطلق للمهمة التي أنيطت بها. إذن هناك مهمة بينتها هذه المرأة وهي التربية. لذلك أول من يمسك بحلق الجنة أنا، أول إنسان يمسك بباب الجنة ليفتحه ويدخل هو رسول الله. قال: فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي. قلت: من هذه يا جبريل؟ قال: هي امرأة ربت أولادها. فمعنى ذلك حينما تعبد المرأة ربها فيما أقامها، حينما تعبد المرأة ربها فيما أقامها، أنا بضرب مثل يعني من بلادنا، في فئة من النساء تقيات جدا، قيام ليل، حفظ قرآن، شيء رائع جدا، بس معظمهم اهتمام بالحفظ وبالدعوة غلب على المهمة الأساسية أنها أم. فكنت أقول: البطولة أن تعبد المرأة ربها فيما أقام. الرجل يعبده فيما أقامه، والمرأة فيما أقامها، والغني فيما أقامه، والقوي فيما أقامه. فالبطولة أن نعبد ربنا فيما أقامنا. فإذا أقام الله المرأة امرأة، أقامها بنتا في عباده، أقامها زوجة في عباده، أقامها أما في عباده. فأنا حينما أعبد الله فيما أقامني أنا أحقق الهدف من العبادة. يعني أنا بعرف عدد كبير في بلادنا أهمال الزوج، أهمال الأولاد، أهمال تربايتهم، أما عندها باليوم 20 لقاء من محل لمحل مع سيارتها. هذا الشيء خلاف طبيعي، خلاف المهمة التي أنيطت بها. لذلك أنا أول نقطة أحب أقولها: أن تعبد المرأة ربها فيما أقامها، وقد تصل إلى أعلى درجات الجنة.
انه الانسان خاضع لمنهج الذي يعبد الله على مزاجه غلط كبير. يجب ان اعبد الله بحسب منهجه مو بحسب تصوراته. فلذلك للمرأة دور كبير عند الله في تربية الأولاد. ولا تنسوا قالت ربي إني وضعتها أنثى. قال تعالى عقب على كلامها والله أعلم بما وضعت. هذه الأنثى سوف تنجب السيد المسيح وسوف يكون له عمل عظيم في الأرض. لذلك والذين آمنوا اتقوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يعني الأم والأب أكبر عطاء إلهي لهم أنهما إذا ربيا أولادهما تربية إيمانية أعمال الأولاد وأولاد الأولاد أعمال الذراري في صحيفة الأب والأم. هذا عطاء كبير جدا من الله عز وجل. بعدين الأمر بيكبر، يعني أنت ربيتي واحد تزوج أنجب ثلاثة، ربى ثلاثة كما تربى، الثلاثة تزوجوا أنجبوا مثلا عشرة، العشرة عشرين، يجوز نبدأ باثنين ننتهي بمليون، وكل هؤلاء في صحيفة الأب الذي ربى هذا الأولاد. أنا مرة إلي جار الشام شيخ القراء هو. فمرة زرته ومرة زارني. أنا عندي 38 حفيد معظمهم من حفاظ كتاب الله وأطباء. فلما خرجت من عندي فكرت هذا رجل زوج امرأة أنجبوا بنات وأولاد، البنات جلبوا له بالأصحاب والأولاد جلبوا له بالكنائن. فأول صف هو ومرته، ثاني صف أولاده وزوجاته وبناته وأزواجه، الصف الثالث 38 حفيد. هذا الهرم المبارك الأم والأب متنازل أساسه علاقة جنسية. فالشهوة حيادية قد تكون سبب إلى ارتقاء الإنسان. أنا أقول دائما ما أودع الله في الإنسان شهوة إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. ما أودع الله في الإنسان شهوة إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. فالإنسان مبرمج منهج الله عز وجل ما بيحرمك حاجاتك الأساسية، بتعبير آخر ما بيحرمك الشهوة. الدليل ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. يعني عندنا بعلم الأصول المعنى المخالف، يعني الذي يتبع هواه وفق هدى الله لا شيء عليه.